متى يغلق باب التوبة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. مطلوب منا، مطلوب من كل إنسان مسلم عصى ربه سبحانه وتعالى، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، أي توبة كاملة، أن يتوب توبة كاملة من كل الذنوب وألا يعود إلى الذنب. هذه التوبة النصوح. الله يرزقنا التوبة النصوح، الله يرزقنا أن نتوب من الذنب وألا نعود إليه. والتوبة كاملة أو ناقصة؟ الكاملة هي التوبة من جميع الذنوب، والناقصة هي أن يتوب من بعض الذنوب. إذا أتى بشروط التوبة تقبل منه، الله يغفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كيف يتوب؟ يقلع عن المعصية، يتركها، ويعزم، يصمم في قلبه تصميما مؤكدا على ألا يعود إلى هذه المعصية، ويندم على فعلها، يقول: يا ليتني ما فعلت ذلك. وإن كانت تبعة لآدمي يستسمح هذا الآدمي، إن كان أخذ ماله يرد له ماله، وإن كان دينا لله رب العالمين كترك صلاة أو ترك زكاة أو ترك صيام، فإنه يأتي بذلك، يقضي ذلك، يقضي الصوم، يقضي الصلاة، يدفع الزكاة التي وجبت عليه وكان قصر في دفعها. ومتى يغلق باب التوبة؟ الله تعالى خلق بابا للتوبة مسيرة عرضه 70 عاما. الرسول قال: لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من المغرب لا تقبل التوبة. وكذلك ورد في الحديث: إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، إلى الغرغرة، إذا صار الإنسان إلى حالة الغرغرة لا تقبل منه التوبة. كذلك إذا عاين ملك الموت وملائكة العذاب لا تقبل منه التوبة. قبل ذلك الله يقبل توبته، إذا تاب من الذنب غفر له هذا الذنب ولو كان كبيرا، إن تاب توبة صحيحة. أما الذي يكفر فكيف تكون توبته؟ يقلع عن الكفر، يقلع عن الكفر وينطق بالشهادتين. ليس له أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله، قبل النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. انتبهوا: من شتم الله، من شتم نبيا، من استخف بشرع الله، من قال عجزت ربي أو هلكت ربي أو دوخت ربي أو جننت ربي والعياذ بالله أو نحو ذلك من الألفاظ البشعة القبيحة، أو استخف بنبي من الأنبياء، أو نسب الزنا إلى يوسف، أو الهم بالزنا إلى يوسف، أو قال الشيطان أجرى على لسان النبي كلاما، كل هذا كفر مخرج من الملة. يقلع عن الكفر وينطق بالشهادتين، ولكمال توبته يعزم على ألا يعود لمثل هذا ويندم، يقول: يا ليتني ما فعلت ذلك. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب للعبد الذي يتوب في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. الملل الذي هو هذا الانزعاج الذي يكون في الإنسان، هذا مستحيل على الله. الصفات الحادثة مستحيلة على الله. معنى الحديث: طالما أنتم إذا أذنبتم تتوبون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة توبة صحيحة، الله يغفر لكم مهما تكرر منكم ذلك. لو 10 المرات، لو 100 المرات فعلتم الذنب، تبتم إلى الله توبة صحيحة، الله تعالى يغفر لكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.